السلام عليكم المتتبعين ديالي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ هانتوما كتشوفوني، جانا البرد وتلنا الفخر وجينا لهنايا لهاد الجنان هذا باش نحطبو، وان شاء الله نقطعها باش بعدا نشعلو العافيه. والله الا عرفتي راه هلكنا البرد هنا في وزان، اكيد راه دابا في المغرب كامل كاين البرد، وحتى في الدول الاوروبيه راه كاين البرد. وقلت للجميعه ناضي نمشيو نحطبو، نتفكروا الايامات ديال الناس الباديه، وعجبني الجو الصراحه، وقلت علاش ما نتقاسمش معكم هذا الفيديو. كنتمنى تدعموني بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد، وكنقول لكم اخوتي دائما بارطاجيو والله يجازيكم بالخير. خذ لهم هذا العرسي اللي سميتو هذا الربيع، والجو زوين هنا في وزان. يلاه على جاتي هرسي انا اختي هنا 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 جمعه، يلاه جمعه حاقره عليا من قبيله وانا كنهرس ليها العواد حتى ظهري تقوص. تقوص كاع الظهر. ظهري تقوص. صافي هذيك بلاش بلاش هذيك بلاش. أنا جات. هذيك بلاش. شنو هو هذيك بلاش. هانتوما الجو زوين والله إلا الجو غزال هنايا في. البلاصة هذا تيغي صالحة. شعلوا العافيه. تيشعلوا. واش يبرد جاتي. والله القاسم شي نهار إن شاء الله غادي يجيو لهنايا، وغادي ندير لكم شي عشية هنايا من هذا الجو الزوين. من هذا الجنان هذا، وان شاء الله شي نهار غادي نديروا لكم شي فيديو نحيدوا لكم سميتو هذا التعشيبه ديال اتاي. راه هنايا كاين 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 المانت، ياك المانت ماشي المانت، وكاين سميتو هذا فليو، وكاين عاوتاني واحد العشبه اخر كيديروها في اتاي. غير ان شاء الله ما يبقاش الغيص، وغادي نجيو لهنايا ان شاء الله الجمعه غادي تحيد لكم كاع من هنايا، وغادي نصورها وغادي تحسب لكم والله الا عرفتي واحد التعشيبه ديال اتاي روعه 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 روعه. يلا بقاو معنا نمشيو نحطبو انا وجمعه اختي، راه حنا من قبيله وحنا نحطبو. هلكوني هلكوني جمعه، ديما غير كنجي لعندك كتعدى عليا. واخا عليك واخا عليك. انتما البنات لقيت هنايا داك الرزاز اللي كيعرف داك الرزاز كيدار للشعر، ها هو ارزاز ارزاز كيدار للشعر. هذا زوين والله الا زوين للشعر، كيرطب الشعر وكيطولو وما كيخليش يطيح. الرزاز زوين بزاف، كتجيبوه وكتدقوه وكديروه مع الحنة، اولا كديروه غير بوحدو وكديروه للشعر، كيخلي الشعر رطب ما شاء الله وتيقوي الشعر. ولقيته هنايا وقلت علاش لا ما نقولهاش لكم، اللي ما تعرفش اكيد راه بزاف تيعرفوا الرزاز، ولكن ما تعرفوش ها نتوما نقرب ليكم شوفوه كيفاش داير. ها نتوما ها هو ارزاز، الشفه ديالها بحال ازير. زوين هذا الشعر بزاف بزاف، زوين ليه بزاف. الناس القدام كانوا كيديروه، ولقيته هنا كاع قلت علاش لا ما نوريهش، كاين ربما كاين اللي ما غاديش يعرفوا. وبهذه المناسبه انا عرفت لكم الزاز تيتشرى من عند العطار، واكيد من هنا حسن، لان الانسان الا لقاه بحال هكا يحيدو. كاين اللي مثلا كتخرج للطبيعه كتشوفه ولكن ما كتعرفش شنو هو داك. هذا الزاز ها نتوما ها هو، نقربوا لكم مزيان. ها هو الزاز، هذا راه كيدار للشعر. وديك العشبه خرجنا في يدك، هذه سميتها المانت. راه قلت لكم ان شاء الله باذن الله شي نهار غادي نخرجوا انا وخويا، وخويا هو اللي تيعرف هذا الشيء بزاف. غير ما تبقى ما يبقاش الغيص، وغادي يدير لكم واحد غادي يحيد لكم واحد الخلطه من هنايا، وغادي يوريكم كل حاجه. هذه مانت هي كدار في اتاي وزوينه بزاف، وكاين فليو، وكاين واحد تيقولي ليه مردوش واقيلا هنايا حتى هو كاين هنايا. هنايا هاد البلاصه هذه فيها الاعشاب زوينه زوينه، والسحتر السحتر حتى هو كاين هنا. ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو وغادي تمشيو معايا حتى نحيدوه باذن الله. خلطه ديال تعشيبه ديال اتاي كتجي ما شاء الله هاد الايام، والله العظيم كنشربوا اتاي ما كاين لا رواح لا ني في كيسيل لا حتى شي حاجه، لا كل عشيه لا كحبه لا حتى شي حاجه. والله القسم كل عشيه بريريت ديال اتاي تنسخنوا به ما شاء الله، كنوليو واخا البرد وكنوليو شويه مهم كنتملكوا، حيت الاعشاب زويونين كنتفوا شويه كيقويو المناعه. والله كيقويو المناعه ملي كنشوف الاعشاب كنتفوا شويه ومع هذا البرد هذا. يلا نكملوا الفيديو ديالنا، يلا اختي يلا نحطبوا يلا نحطبوا يلا. هي اختي نجات هز الحطب على ظهرك العواد ديال ولكن دابا هز من هذا شويه العواد في الصاك. العواد
الثوم. العواد في الصاك ماشي تفا. هاد البرد. واشتي اخوتي ابو شهيدي نجات حيت غلبها البرد. اه قلت يلاه شجيب العواد قلت لك يلاه استغيها. ضحكتيني شحال هي في طنجة في سميتو بوكي ديال العواد بوكي ديال العواد بوكي الورد وشبوب ديال الورد بوكي ديال العواد هانتوما المشاهدين ديالي بوكي ديال العواد والله الا ضحكتيني والله الا بدلنا الجو هنايا بدل الجو زوين مع الطبيعة مع شوية تحركنا سخنا حتى شوية ما بقاش داك البرد اللي كاين في الدار والله ما بقاش داك البرد هانتوما المشاهدين البوكي ديال العواد هانتوما المشاهدين ديالي خويا خميس راه مشى سبقنا لواحد البلاصة وجاب هاد العشوب هادو ما مشيناش الصراحه حنا معاه باش نوريكم بالضبط انا قلت لكم حتى شي نهار تكون الدنيا ناشفه ونمشيو معاه ويبقى يحيد لكم دوك العشوب من البلايصه ديالهم ها نتوما هدف ليو هدف ليو مزيان دابا في البرد ومع اتاي وهذا السحتر هذا تا هو راه مزيان راه كيدير فليو راه كيدير مع القهوه السحتر ما كاينش اللي ما كيعرفش السحتر وهذه المانت تا هي كدير في اتاي زوينه تا هي عندها منافع كثيره وخصوصا في هذا البرد هذا كهادو هاد الاعشاب هادو كاملين في هذا البرد كيقويو المناعه انتما عمرينا هنايا واحد الميكا والله العظيم عرفتي الميكا حق الله العظيم شميت بحال هكا واحد الريحه كتحمق ها انتوما ممنوع الرواح قال لكم خميس ممنوع الرواح والله العظيم هاد الايام والله ما الناس بزاف اللي تروحوا انا ملي وصلت هنا لوزان كندير هاد العشوب هذا وكنديروه مع التشيشه مع والله العظيم زوينين بزاف ما تروحتش مولفه كل عام كنتروح هاد العام ما تروحتش بزاف صراحه وخصوصا ملي وصلت هنا لوزان الرواح ما حسيتش به كاع والحمد لله كنصحكم هاد الاعشاب هادو تبقاو ديروا بهم اتاي تبقاو ديروهم في التيشيرت تبقاو ديروهم في الحريره تبقاو ديروهم زوينين بزاف كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا يلا بقاو معنا ربما باقي نزيدوا ان شاء الله نزيدوا معنا هانتوما المتتبعين ديالي شوفوا الطبيعه كيفاش دايره دابا الطبيعه غزاله انا قربت لكم كما كتشوفوا انتم كتشوفوها وزان مدينة وزان مع الغروب
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله مولانا العظيم. خوتي ها احنا جبنا العواد وحنا كنشعلوهم مع سماعة الأذان، وما شاء الله الصوت ديال هذا الإمام تيعجبني بزاف، وقلت علاش لا ما نتقاسمش معكم الأذان وخليته حتى سلا. وعاد جيت باش نوريكم حنا جبنا العواد شعلناهم، واللي ساكنين بالنسبه للناس اللي ساكنين في المدينه، واخا يكونوا ساكنين في المدينه وكان حداهم شي تجزئه مثلا وفيها العواد، وعلاش لا ما يمشيش الانسان يبدل حتى الجو ويجيب العواد ويسخن بحال دابا حنايا. تسالنا الفخر ومشينا جبنا العويدات وبدلنا الجو ورجعنا شويه ايام زمان. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا اللي تقاسمنا معكم هذه العشيه انا واختي جمعه. ان شاء الله مره اخرى غادي نتقاسم معكم الفيديو ديال باش نمشيو نجمعوا التعشيبه ديال اتاي ونشاركوها معكم باذن الله. يلا باي باي عليكم، الى فيديو مقبل ان شاء الله. باي باي. استنبه ليام فايته وقات السلوان دايزه وتيقظ من نومك الطويل عالصدرك ينجبر دواه تسلك من ضيقة الوعر وادك دابا تفوت وجد حملاته سقسيه والفي وسال هل العقول علاش ينفات يوري وقبل يجي لبعد جيل ارويك الراويك مروه دون المكتوب في السطر امام عاشقين بالهجره ماتوا تعرف بايني عشيق حسنك وتكافي